بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو, آج ہفتے کے دن چار دعائیں پڑھو, بڑی سے بڑی حاجت پوری, ہر پریشانی ختم ہوگی. پیارے دوستو, آج میں آپ کو چار ایسے دعائیں سکھاؤں گا, ان چار دعاؤں کو آج ہفتے کے دن ضرور پڑھ لیں, انشاءاللہ ہر مقصد پورا ہوگا اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. پیارے دوستو, رزق کی, حاجت کی, بیماری کی, ہر قسم پریشانی اللہ پاک دور فرما دے گا. پیارے دوستو, اگر آپ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں تو یہ دعائیں آپ کا مقصد پورا کر دے گی. ان دعاؤں کی پڑھنے سے اللہ کا خاص فضل و کرم نصیب ہوگا, اللہ کی رضا نصیب ہوگی, اللہ پاک آپ سے راضی ہو کر آپ کی جولیا بھر دے گا, آپ کی مشکلات کو حل کر دے گا, اللہ پاک آپ کے مقام و مرتبے میں بھی اضافہ فرمائے گا. انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں گی ان دعاؤں کے پڑھنے سے پوری ہوگی. لہذا آپ آج کے دن دعا کو خود بھی پڑھیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے پیدا اٹھا سکیں. تو آئیے دوستو دعائے سماعت فرما لیجئے جو آپ نے آج کے دن پڑھ لی ہے. نمبر ایک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ تین مرتبہ پڑھیں. نمبر دو, استغفر اللہ, یہ سات مرتبہ پڑھیں. نمبر تین, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یہ تین مرتبہ پڑھے. نمبر چار, ان اللہ علی کل شیء قدیر, صلی اللہ علیک یا نور, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, سبحان الملک القدوس, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب غیرک, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم, اللهم اغفر لی وارحمنی, اللهم انك عفو کریم, تحب العفو فاعف عنی, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز, یا حی یا قیوم, یا حی لا یموت, یا حی لا الہ الا انت, یا ارحم الراحمین, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, الحمد للہ رب العالمین, أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم, لا تدع لي ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين, سبحان الغني العظيم, يا مسبب الأسباب, سبحان العلي الأعلى, سبحانه وتعالى, سبحان الكائم الدائم, سبحان الحي القيوم, سبحان الحي الذي لا يموت, رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك, استغفر الله ربي وارحمني, فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين, اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا واملا متكبلا, ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير, لا اله الا الله, سبحان الرحمن الرحيم, سبحان رب العالمين, سبحان الجبار المتكبر, رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم, سبحان الملك القدوس, سبحان الله رب العرش العظيم, سبحان الله العظيم وبحمده, سبحان الله وبحمده, عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته, يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب, الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز,
يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أستغفر الله. صلى الله عليك يا نور يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الغني العظيم. سبحان العلي الأعلى. سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم. سبحان الحي القيوم. سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم دل مارك مستقيم. بحق إياك نعبد وإياك نستعين. رب أدخلني مدخلا صدقا وأخرجني مخرجا صدقا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس دعا کو ضرور پڑھ لیجئے گا. اور مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل وظائف امید کی کرن کو ضرور سبسکرائب کریں. تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کے. شکریہ.